السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو جديد معانا احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. ما تنسوش تدعموا مجهودنا بلايك للفيديو وشكرا لكل زملكاوي بيدعمنا وهيدعمنا. استأنف امس الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهه طلائع الجيش. عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق ميران أمس الخميس، وتحدث المدير الفني عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة إنبي الأخيرة بمسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات، وحذرهم من التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة، ومنح فيرير اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها. انتظم أيمن حفني في التدريبات الجماعية أمس الخميس بعد فترة غيابه، وكان اللاعب يعاني من إصابة عضلية تسببت بغيابه عن لقاء إنبي الأخير. أدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش ميران أمس، ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة إنبي الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت. مصدر بالزمالك: بعض أفراد الجهاز المعاون لفيريرا تحدثوا مع المدرب وطالبوه بمنح فرصة لمحمد عواد للمشاركة مع الزمالك بداية لمباراة طلائع الجيش المقبلة في ظل اهتزاز مستوى محمد أبو جبل في الآونة الأخيرة، ولم يحسم فيريرا موقفه بعد من الدفع بمحمد عواد خلال مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش، حيث ما زال المدرب البرتغالي يدرس الأمر. خاض لاعب الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة إنبي الأخيرة تقسيمة مصغرة خلال ميران أمس، وقام البرتغالي بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة. قام الجهاز الفني بتخصيص فقرة للاعبين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير بصورة أساسية للتسديد على المرمى، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية تحت إشراف أندريا فليب مدرب الأحمال قبل أن يتم تقسيمهم لفريقين للتسديد على المرمى الصغير بدون وجود حراس. أجرى صباح أمس الخميس عبد الله محمد صانع ألعاب فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز العالمية المتخصصة بمدينة دبي الإماراتية. وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول والمتواجد بصحبة اللاعب بدولة الإمارات أن اللاعب بحالة صحية طبية، وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن الجراحة التي أجراها عبد الله محمد هي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة المنظار الجراحي. صفقات منتظرة في الزمالك: هم 10 صفقات في حراسة المرمى، يراقب الفريق الأبيض حراس المرمى لضمهم لصفوفه في الصيف القادم، حيث يعاني بعدما أعار جنش وصبحي بنية البيع، وينتهي عقد أبو جبل بنهاية هذا الموسم، ليتبقى عواد فقط، وهو ما دفع النادي لمراقبة الحارسان محمود جاد من إنبي ومحمد بسام من طلائع الجيش، مع السعي إلى عدة الثنائي المعار محمود عبد الرحيم جنش وصبحي. وفي خط الدفاع دخل علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي دائرة اهتمامات الزمالك هذا الموسم، خاصة أن فوزي يقدم مستويات كبيرة آخرها تسجيل هدف بمرمى الفريق الأبيض في المباراة الأخيرة بين الفريقين، كما يسعى لضم هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، مع السعي لإعادة عمر كمال عبد الواحد المعار إلى فيوتشر. وفي خط الوسط هناك 3 لاعبين يسعى الزمالك لضمهم لتدعيم خط الوسط في الزمالك، أبرزهم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز الذي يقدم مستويات كبيرة، بجانب مهند لاشين لاعب طلائع الجيش الذي أثبت قدرته مع فريقه ومع المنتخب، بجانب محمود حمادة لاعب فرق المميز. أما في خط الهجوم يحظى خط الهجوم في الزمالك بأولوية كبيرة، ويعتبر رمضان صبحي أبرز الصفقات المستهدفة في هذا الخط، بجانب المهاجم الإفريقي للاتحاد السكندري مابلولو، ويأتي أحمد عاطف مهاجم فيوتشر على رأس الاهتمامات بعدما قدم نفسه بصورة مميزة هذا الموسم، وهناك المغربي عبد الكبير الوادي جناح سموحة، بجانب اتخاذ قرار بعودة الثنائي المعار إلى سموحة والبنك الأهلي مروان حمدي وأسامة فيصل. أحمد يحيى وكيل اللاعبين وطارق حامد: لا يوجد أي عروض حالية لطارق حامد، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الأيام الماضية عن وجود عروض للاعب، وعن موقف مروان حمدي المعار من الزمالك لسموحة: نادي الزمالك لم يطلب عودة اللاعب، مضيفا: لم نتحدث في أي شيء حاليا، فنحن ما زلنا في منتصف الموسم. كشف مصدر داخل الزمالك أن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر لم تتأكد بصفة نهائية حتى الآن، في ظل وجود بعض المفاوضات بين إدارة النادي والحارس من أجل إلغاء الشرط الجزائي في عقده والبالغ 2 مليون جنيه، لأن إدارة الزمالك ترفض وضع شروط جزائية للاعبي الفريق في عقودهم، لرفضهم أن يكون اللاعب هو المتحكم في مصيره مع الفريق بمجرد دفع الشرط الجزائي.
يرى البرتغالي فيريرا أن مستوى أوباما متراجع ومن الأفضل له الخروج في الموسم القادم لأي نادي آخر بأي طريقة تراها النادي، وعلى هذا وافق فيريرا على رحيله وأبدى ترحيبه بهذه الخطوة والتعاقد مع لاعب بديل له يلعب في مركز رقم 10. بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يوم 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان القرار. يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي شيكابالا لاعب كبير وكان يرغب في ضمه خلال يناير الماضي لمساعدة الإسماعيلي في أزمته، ولكن اللاعب فضل الاستمرار مع الزمالك، وأشار الكومي إلى أن الإسماعيلي سيدرس موقف شيكابالا مع الزمالك بنهاية هذا الموسم، ومن ثم سيفاوض اللاعب للتواجد مع الإسماعيلي مع بداية الموسم الجديد. وعن مئوية الإسماعيلي قال يحيى الكومي: مئوية الإسماعيلي ستكون حدثا كبيرا وقد نلعب أمام باريس سان جيرمان أو ألماريا. كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أن نادي الزمالك حصل على توقيع جناح نادي سموحة السكندري المغربي عبد الكبير الوادي تمهيدا لانضمامه إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال عبد الهادي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك حصل على توقيع عبد الكبير الوادي. عبد الكبير الوادي عن انتقاله للزمالك أكد أنه لا يعلم شيء عن هذه الأمور، مؤكدا أن الحديث عن أي أمور تعاقدية تكون من خلال وكيل أعماله، ومشددا على تركيزه في تطوير أدائه وتحقيق أرقام قوية مع فريقه الحالي. وأتم أرحب بالطبع بالانتقال للزمالك أو الأهلي لأنه مستوى أعلى في كرة القدم، وكل لاعب يطمح للعب في مثل هذه الأندية. الإعلامي محمد شبانة: إدارة الزمالك تبحث عن مدافع عربي سوبر ويرغب في تواجد لاعب شبيها للمغربي بدر بنون لاعب فريق الأهلي. وأتم شبانة مسؤول الزمالك طلب من بعض الوكلاء بالبحث عن مدافعين في تونس والمغرب والجزائر وتقديم تقرير للإدارة بأنهم المرشحين لعرضهم على فيريرا لحسم الأمر. يحيى الكومي عبر تصريحات تلفزيونية من الرئيس السيسي التدخل من أجل خوض الإسماعيلي مبارياته أمام الأهلي في الإسماعيلية. الكومي أكد أن فريقه يخوض كل المباريات أمام كافة الفرق في الإسماعيلية عدا الأهلي، متسائلا عن السبب، مؤكدا أن الأهلي يواجه كل الترحيب في الإسماعيلية ولا مشكلة حدثت معه، وبالتالي لماذا هذا القرار المستمر حتى الآن، مؤكدا أنه من حق الإسماعيلية خوض مباراة الأهلي على ملعبه، خاصة وأن لاعبي الفريق يشعرون بالظلم عند خوض تلك المباراة خارج الإسماعيلية. وواصل أن الزمالك يأتي إلى الإسماعيلية دائما دون أي مشاكل، وهو نفس الأمر الذي يحدث للأهلي. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم.